مساكم الله بالخير متابعينا قناة تلفزيون الكويت، حياكم الله في برنامجنا اليومي ليالي الكويت. مو ليالي الكويت أخوي، مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في ليالي الكويت. اليوم احنا أخذنا استديو ضاري والله، ساعدنا مقنا ان شاء الله يرضون عادي يعني. لا شوف انا قفلت الباب ورا، كيف قاعد اسمعني مقام السيكا. وسيكا اخوي ماكو سيكا، ماكو، ما عندهم سيكا. اذا موسيكا ماكو موسيكا. حياكم الله، تفضلي شيخه. يا مساء الخير، حياكم الله اليوم في برنامج ليالي الكويت. للاسف الاخت حصه والاخ محمد قضبتهم الزحمه فحطونا مكانهم على ما يوصلون ان شاء الله. تاخرون ليش تاخرون؟ ليش تاخرون؟ احنا لا احد فتحنا باب استديو عند شينا ما طلعنا. ها كنا هذول هم الله وصلوا. هلا حصه. اه زين الحمد لله على السلامه. داري ما قلت لك اقفل داري، ما قلت لك اقفل الباب وبعدين وياك اقفل الباب عنا. لا احنا بس انتم منوريننا يعني، انتم داشين واحنا طالعين. لا بيتكم حياكم الله، يعطيكم الف عافيه. حياكم تشرفنا فيكم اليوم على شاشه تلفزيون دوله الكويت اكيد، وبرنامجنا للكويت. الحماس موجود. يفترض من اخلاقيات المهنه الاعلاميه التقديم تعطوه مجال المذيعة. ما كلت بس انا اتكلم كلوني كلوني انا ما حت لها باري. ليش كل مره مكان نزف؟ لا 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 ايش قاعد يشوفون؟ يعطيكم الف عافيه، نورتونا والفيلم مميز، ويمكن نقول الانتاج الكويتي السينمائي احنا مقلين فيه، بس انت ومثل ما يقولون اثمرتوا واثلجتوا صدورنا بهالفيلم هذا. لا اكيد لله، نبارك لكم نجاح فيلم العتر. مشكورين حقيقه، نجاح وايضا خلطه حلوه جميله، خصوصا انها تكون في اللغه العربيه، شباب كويتي وايضا فيها روح الكوميدي. صح الحمد لله، فضل الله يعني وفضل الشيخه وتوجيهاتها. شيخه تقول انا مالي شغل. لا بالعكس، انا ما كنت اغير عقل المدبر، ما اقصد هذا كلام. انا قبل شوي قلت اشكر جهودك، قالت جهود الشباب. لا هو امانه، هو الفريق فريق قوي وافكارهم جميله. انا تي الافكار عقب ما يخلصون وننقي احسن فكره من الافكار، وطلعت الفكره هذه لغه عربيه فصحى كوميدي فانتازي تاريخي، احلى فكره من الموجود حاليا، وبعدين فيها افكار وان شاء الله. وشيخ صار يمكن هم قاعد يسولفون من ساعه قاعد نشوف بعض القطات الكوميديه يعني الارتجال. اكيد الفيلم صار فيه بعض القطات اللي وليده الصدفه، فأكيد صار هالموضوع. لا لا بلا ما صار. لا صارت بالبروفات وثبتت. يعني في اشياء ثبتوها. ثبت صار من ضمن النص. انا هو يقول لك، انا اتمنى ان الكل حضرنا اليوم في ليالي الكويت ان هذا الفيلم عائلي بحت، كل فئات العمريه تقدر تروح تشوف هذا الفيلم. يعني في متعه بصريه، متعه قصصيه، حوارات حلوه. الشباب من اخراج وانتاج وتمثيل ما حد قصر، وهذا تعتبر من التجارب الكويتيه السينمائيه اللي احنا ان شاء الله يا رب ارفع يدك خلنا يا رب ان خلاص نبدي نقوم السينما الكويتيه، وتبدي السينما الكويتيه خلاص تدش السوق العالمي، مو بس على مستوى الوطن العربي، لا ان شاء الله هذا حال باجي اي دول ثانيه. وان شاء الله يا رب مع ناس مثلكم وشرواكم اكيد ان شاء الله الفن السابع يرتقي في درجتنا. ان شاء الله انا متفائل جدا، خصوصا في جهود الشيخه انتصار سالمه. احنا بنكمل وراح نناقش هالموضوع اكثر، وايضا موضوع فيلم العتر راح نناقشه اكثر واكثر، ولكن نطلع الفاصل واحلى لقاء مع نجوم وابطال فيلم العتر. رجعنا لكم مشاهدينا، نستكمل حوارنا عن الفيلم المميز الكويتي الكوميدي الاول فريد من نوعه مع الشيخه انتصار سالم العلي والابطال المميزين، نورتونا يعطيكم الف عافيه، وحوارنا مستمر. بس يوم الاربعاء عندنا الفنان ايهاب توفيق، ان شاء الله راح تكونوا موجودين ان شاء الله. الكويت ان شاء الله، نورونا ان شاء الله. اكيد حياكم الله منورينا. اول شيء نبارك لكم على فيلم ونجاح الفيلم العتر، خصوصا لما تكون في خامه مثل هذه المواد السينمائيه موجوده بالكويت، حقيقه مفخر لنا. فالف مبروك شيخه، الف مبروك. مبروك على الكويت، مبروك علينا والله. هي بالنهايه احنا ما نقول مبروك، احنا نقول بدينا. صح يعني نكتفي بكلمه مبروك قويه. اي لا يعني نكتفي بكلمه مبروك ونقول بسم الله. بسم الله بدينا والبادي بسم الله. اي يعني ان شاء الله مو مجرد انه يكون الدعم من اشخاص معينه ولا من جهات معينه، لا هالمره نبي الدعم من الدوله. خلاص خلينا نقوم بالسينما الكويتيه، السينما الكويتيه يعني كل العالم الحين قاعد يسوي سينما، شنو ناقصنا؟
والعتر بداية وايد حلوة، وقبله كان حبيب الأرض، وقبله 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 وحبيب الأرض فاز في وايد جوائز، يعني المخرج رمضان خسرو ما قصر. فانتمنى ولا زال المخرج نفسه رمضان خسرو بعد. هذا الفيلم هو إشراف عام على الإخراج من إخراج خالد القلاف وموسى بهمن، لكن انتمنى أن عاد نبي سينما، عندنا طاقات تخرع سينمائية، عندنا موسيقيين يخرعون، عندنا سيناريستية بلاوي. ليش يخرعون؟ قول مبدعين. لا هذا أكثر من هذا أكثر من مبدع. لا أقول لكم شباب ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن، هم اللي يعني يبادرون في هذا الإنتاج، يعني شباب قاعد يتجمعون ويسوون لهم فيلم، يعني أنا قاعد أشوف وايد أشياء قاعد تصير في الفترة الأخيرة. صح. يعني بالضبط. صح. فهذه ليش ما نجمع الطاقات ونطلع بشيء مثل ما يقولون جبار؟ هذا الكلام اللي خلانا نسوي الفرقة، لقينا إن إيد واحدة ما تصفق، في عشرات المخرجين بالكويت، عشرات اللي يكتبون سيناريو وايد، بس ما قاعد يطلع عندنا إنتاج. فطلعت الفكرة الفرقة من هذه، إن لما يتجمعون مع بعض يبدعون ويطلع ويقدرون يشتغلون. من ثمرات الفرقة السينمائية اللي أنت تتولى رئاستها هي هذه الأعمال اللي موجودة قاعد نشوفها. إحنا الفرقة الهدف منها إن شاء الله مثل ما نقول صناعة سينما بالكويت، إن إحنا عندنا الهدف لما سوينا الفرقة عندنا كذا هدف. أول الهدف منهم إن تكون الكويت عاصمة السينما الخليجية، وهذا سهل مو صعب، علشان إحنا عاصمة المسلسلات الخليجية، فخلنا نسوي أفلام شيء جميل. باعتقادك شيخة شنو ينقصنا؟ يعني أنت أكيد مريتي بتجارب، مريتي بمشاكل. ينقص شيء واحد. شنو؟ مثل ما قلتي، مو متحدين. فالفرقة إحنا لما سويناها يشتغلون مع بعض، بس قبل كل عمل نسوي ورش عمل تدريب مكثف، وبعدين بدل النظري يصير يشتغلون عملي. سوينا الفيلم الأول الحين حبيب الأرض ما كان من ضمن الفرقة، الفرقة جت بعد حبيب الأرض. نعم. فيلم العاتر أول إنتاج للفرقة. ما شاء الله. فالحين بدينا تدريب مرة ثانية علشان فيلمنا الثاني بإذن الله، الثاني مو الثالث إن شاء الله. حق الفرقة. فعندنا 6 سيناريوهات بإذن الله، كل عقب كل فيلم نسوي تدريب مكثف على النواقص اللي يحتاجها. نعم. وبعدين نطلع فيلم. يعني في خطة موجودة ومدروسة مستقبلية، مو بس العتر وخلاص. لا لا لا، عندنا العتر البداية إن شاء الله. أول فيلم العتر. ممكن أنوها ضاري أنت، وأكيد يعني غير المشاكل غير الأشياء يعني الأساسيات بإنتاج الفيلم، أكيد في روح لازم تجمع أفراد العمل يعني. صح. صح. فأنتوا أكيد حرصتوا على هالموضوع، يعني اليوم سويتوا بروفا، باكر البروفا تصير أحلى، اللي عقبه تصير أحلى. صحيح. فمع تعارفكم مع بعض تصير يعني الروح مبينه بالفيلم، فحرصتوا على هالموضوع. صح. أكيد إحنا اشتغلنا بروفات مع الأستاذ خالد وموسى بهمن، أنا مسي عليهم بالخير، اشتغلنا بروفات تقريبا شهرين قراءة، شهرين إحنا نقرأ النص ونأدي قراءة الطاولة، شهرين ولين تشربنا النص خلاص، فصار من ضمن النص، انت من ضمن مراحل النص او القراءه لا ارادي يصير عندك حفظ للنص. فمع الحفظ يصير عندك مرونه في الكاركتر او في الاداء، ممكن تضيفين افيه هني ممكن، ففي توجيه في مع كل افيه مع كل زياده في شخص يقعد يعيد اعاده صياغه النص في الافيهات الجديده. وصولا الى مرحله التصوير خلاص انت عندك النص النهائي اللي انت متعود عليه وشاربه وحافظه، فدش عاد مرحلة الاستمتاع في التصوير. إذا شيخة منو يعتمد هالإفيهات وهالأشياء هذه اللي هو الفريق كامل. الفريق. إيه ساعات إحنا كامل. بينات مثلاً. يصير واحد مسؤول بس هو الفريق كله مع بعض. صحيح. يعني أنا حد مثلاً بشار قط قط أقول له هني بشار كله قطات. وفي يعني. في لا شوف أنا أكمل كلام ضاري على متمة، إحنا نعتمد أكثر شيء على كوميديا الموقف، يعني القطات اللي تصير داخل، يمكن الجمهور الكويتي متعود على الإفيهات المعينة اللي تصير معها لازمة، إحنا نوعا ما هالشغلة هذه نبي نبعد عنها شوية وناخذ كوميديا الموقف، هي اللي تضحك أكثر وهي اللي تصير هو اللي يصير فيه الكونسبت مع الموضوع، يعني الفكرة تساعدك. إنزين لا تعتمد على إفيه مثلا حق مشهد معين، لا خلي المشهد اللي قبله واللي بعده يساعد إن هذه ضحك، عشان أنت تكون عندك يكون عندك حماس إنك تتابع كل الفيلم أو تتابع كل اللي قاعد يصير. عرفت؟ مجرد ان اذا تعتمد على افي واحد تقطه وخلاص نسي او انها تصير لازمه مع الناس، هذا اعتقد راح زمنها. الحين احنا خاصه مع شيخه، والشيخه على فكره دمها جدا خفيف. اي صح. فبعض المرات لما كانت تجينا البروفات تتحمس وتدش معانا، يمكن احنا لنا طريقه خاصه في البروفات شطانتنا نقول بروفا اكثر من طريقه. عيشتونا الاجواء، احنا بنروح الزملاء في برنامج جاي الكويت حضروا العرض الاول حق فيلم
العتر خلينا نشوفه راجع لكم. انطلاقة جميلة وحضور أجمل يعني ما شاء الله الجمهور وايد حلو. يمكن كان عندكم مثل أم العروسة كنتوا وتحاتون وجي كان معي صندوق الدز أكيد كنتوا تحاتون يعني إيه يعني كنا نحاتي حتى ردة فعل الحضور معنا ندري احنا نسوينا شيء جميل ولكن ردة الفعل كانت مثل ما توقعنا. كنتوا تنطرونها صح؟ تشوفونها بعيون الناس بس كان في بعد مثل أنا ممنوع الخواف السربرايز. ممنوع الخواف؟ مفاجأة سربرايز يعني أنا أحب أسوي شيء وقطع ونحش كان في مثل تعرفين العشر ثواني الصمت عقب الفيلم ولا بداية الفيلم متوقعين مسوين حبيب الأرض متوقعين نفس النمط. نعم فدخلوا أول شيء طالعون شو اللي صار أو يعني بداية الفيلم كان في مثل الصمت بعدين بدأوا يفهمون لحظة استيعاب الإبداع إن إحنا 180 درجة بعيد عن فيلم حبيب الأرض ومن أول ضحك إحنا هذا شيء جميل شيخة يعني العتر صارت فيه خلطة مثل ما ذكروا بعض الفنانين نوجه لهم تحية أكيد إن خلطة موجودة فانتازي أيضا الفصحى ليش موجودة؟ ليش حركت ليش لا؟ وليش إيه؟ يعني دائماً الكوميدي يحتاج البساطة شوية إحنا جايين نخلق سينما صح؟ صح فتصور إحنا نعطي مثل موجود الحين التقليدي ما وهم نحي اللغة ما خلقنا سينما صح؟ صح لازم أول شيء نبي إحنا عائلي حلو كنا يعني كان توجهنا يكون عائلي حق الكل يشوفونه شيء ثاني تبي شيء غير فانتازي وتاريخي وكويتي خلطة لك علي مو وايد فصارت بالفصحى صارت أحلى والكرياتيف شوية الفكرة إيه ولأن يعني. فيلم فصحى يروح الدول العربية كلها مو بس بالكويت ما شاء الله يعني كان الحين طبعاً نشوف الصورة مع بعض نحط الصورة حق الشيخ انتصار الله طبعا فكرة هذه لبسة مو أزياها يعني كانت وياهم شجعت تركب خيل أنا أركب خيل بالمشهد إنزين شو تذكركم منو هذا يعني المكياج أنا ودي من نوع اللي أنا يعني شوية أحرص إنه أحب المفاجآت فروحوا اكتشفوا اللي قاعد على جميل جميل الجميل جدا هذا هو العتر اللي شعره برتقالي واسود شوفوا بعدين رحتوا ما شعره كنافه هو العتر الحين انت تعرف ودين موزون على الفضول ما هي على الفضول ما راح اقول لكم اروح اشوفوا هذا منو انا وقت التصوير يعني لو مو قال لنا هذا فلان انت شنو دورك بالعتر والله انا ادور ستر لك لا والله انا دوري بسيط بس يقول الملك او القاء ما راح عندي لك ما راح اقول عندي معلومات انا نحيس يلا خلينا نشوف دوره سعود الروح سعود الروح ما قلت لكم تزعلوا صور خاف نزل بالسينما زين الحين خوش ملك ما شاء الله عليك لكن السؤال ضاري انت العتر شوفه بالسينما الحين ضاري ما يصير الحين اقول لكم شيء انتم ماخذين المقدمه ما تعطيني معلومات بعد تبي تسوي شيء بعد؟ عطني مقام لا صح؟ يمكن زميلتنا الغائبه الحاضره ايمان طبعا نقول انها موهوبه ما شاء الله تبارك الرحمن جدا جدا ابهرت الجميع وتجربه جديده بالنسبه لها ابهرت الجميع بادائها ذو دم خفيف مو طبيعيه ولا حسنا انها اول مره تمثل للامانه هذا اللي صدمنا صدمتها ايمان عندها طاقة تمثيلية جبارة راح نشوفها بعدين إيمان إيمان كم مهرها صدقوا المشاهدين لما شافوها كم مهرها الحين هي سلمى بالعتر صح؟ اي نعم سلمى والعتر موجود اي نعم كم مهر إيمان نجي اسأل أبوها أيوه والله ما نقدر نصيدهم شيء اي والله أو أنتوا على ما أهدك قصدك كان مسجون؟ لا ما راح أقول لك لا أقول لو سأخبرك فيما بعد لك ضاري أنا عندي معلومة أن لك أخو أو شيء لهم غدر فيك أو سوى شيء يعني سمعت شذي يلا تقدر تدق علي تسأل لا لا صدق يعني لما يكون واحد بطل وعتر ورايح يجيب مهر حق مرته أو حبيبته حق حبيبته بالنهاية أخوه أو واحد يتزوجها لا يلعب لعبة ثانية وماكو شيء فمنه هالشخصية هذه قول
موقعينهم موقعينهم ما يتكلمون ربعكم احنا ايش رايك شوف لا لا شوف انا عندك ترى انا زايد بالسياره اي والله هو هو الفيلم مبني على قصة تاريخية بس هو ماخذين الفكرة من قصة تاريخية قريب من عنتر بن شداد شوية 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 يعني 5% بس اي اوكي 5% في الالهام قصة عنتر وعبلة الالهام اي لكن بس هو الفيلم له لون الالهام بس هو غير والله فكرة حلوة يعني عنتر عبلة مو كوميدي رقم واحد صح بس اكثر شيء العائله ككل راح تستمتع اي اول فيلم ستانس. صح اول فيلم كويتي الكل يستانس فيه ريتد اي اللغه البيضاء اللغه العربيه البيضاء يعني تقدر العائله والاسره تروح تحضر ناس صغار ناس صغار كلش ما راح يعرفون يعني خلينا نقول من 7-8 وفوق شيخ ان شاء الله قريب راح نشوفه على السينما الخليج يعني ان شاء الله راح يكون ان شاء الله عقب ما يسوي يطلع بالكويت بعدها ان شاء الله باسابيع اقل من شهر راح يكون بالخليج حلو ماذا تخبئ الفرقه السينمائيه في المستقبل الخير كله اكيد الخير خير كله ممكن. عندنا الحين مثل ما قلنا عندنا ورش عمل وعندنا تدريب وقاعد الحين قاعد نسكر السيناريو مال فيلمنا الثاني اسمه والحين ما تضحت الصوره ولا ما تعطون حصري بعد احنا ما عطيناك اللي نازل عشان نعطيك خلينا نشتغل عليه ولكن شيء واحد اقدر اقول لكم اياه انه يخص الكويت اكثر تاريخي يعني نقدر نقول شويه لا ما اقدر اقول تاريخي بس يخص الكويت اكثر تراثي احنا دائما نشتغل على شيء انساني هو انساني يخص الكويت اكيد انا بس ابي اتطرق حق نقطه مهمه دائما يقولون ان الجمهور الخليجي ما يغطي تكلفة إنتاج الفيلم الخليجي فهذا الشيء هو اللي يخلي عزوف المنتجين عن إنتاج الفيلم السينمائي ايش رايك بهالكلام؟ قال لي وايد ودائما أقول أنا إحنا نشتغل المدى الطويل وليس المدى القريب إحنا نشتغل عشان الجمهور يروح السينما يشوف أفلام خليجية وليس إلى الهدف الربحي يعني مو السعي الأول رغم واحد ربح في قيمة الأول لو بنسوي ربحي حطينا 40,000 سوينا فيلم لو تجاري عشان إيه مكلف عملية إنتاج إيه فيلم ماكو شيء في الدنيا مو مكلف يعني صح؟ أنت عشان لما تشوف الفيلم راح تشوف أول شيء بس تصليح الـ 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 الألوان خذت كم شهرين وضع الصوت كان برا الكويت وخذاه لمدة طويلة يعني إذا بنسوي فيلم ب40,000 نخلصه بأسبوعين إحنا من نهاية الفيلم لما طلع فوق 10 أشهر فخذا له مدة طويلة وهذا الإنتاجية اللي إحنا نتمنى تكون في الكويت يعني حتى على إذا بنسوي على مستوى المسلسلات أنا أعتقد الناس كفاية 30 تبون تسوون مسلسل في عندكم شوفوا جيم أوف ثرون شوفوا بريزن بريك شوفوا المسلسلات الأجنبية اللي ذو تكلفة عالية ولكن الكونسبت مال المسلسل او الكونسبت مع حتى الافلام الاجنبيه او حتى خروع على الدول العربيه اللي هي مثلا خلينا نقول مصر اللي هي الرائده في الافلام السينمائيه يقطون يطلعوا لك الحين خاصه الجيل الشباب الجديد في عندهم اهتمام بالسينما بشكل فظيع بشار حتى المسلسلات السوريه اللي تذكرهم اللي يكون الجوارح والكواسر وهذول الاشياء بالضبط تكلفتها عاليه ولا زلنا نتذكرها بالضبط شيخ انتصار دائما يعني اشوف انسانه متفائله وايجابيه ومتحمسه انا بتكلم من خلال احتكاكك بالابطال الشباب في مسلسل العتر او من ناحيه الفيلم العتر فيلم العتر عفوا شلون شفتي حماس الشباب الكويتي؟ بكل صراحه شوف الفيلم فقع يعني لما عقب ما خلصنا بالبروفات بين بس عقب ما خلص بين شلون متميزين احنا الكويتيين بالفن ما شاء الله متميزين عندنا يقولون ليش تسوون سينما قلت عندنا ارث فني من مسرح يا سلام لين مسلسلات تلفزيون حان الوقت يصير عندنا سينما شنو يطلع منهم يطلع منهم وايد تونا في البدايه انا بالنسبه حقي احنا تونا في البدايه سينمائيا لما الحين ما عندنا صورة صح لما الحين السيناريو قاعد نشتغل عليه فإحنا تونا بدايتنا ولكن بإذن الله بإذن الله حاطين 5 سنين إن شاء الله إحنا متفوقين عربيا بالأفلام كفو والله راح ننافس وأنا أتمنى شغلة من أي أحد يطالع الفيلم يروح المرة الأولى للاستمتاع واللي يرحم والديك ومهدكم من النقد خلاص روح استمتع بالفيلم انجويت
have fun with it. بعدين كيفك؟ يعني لا تبيت النية أبي أطلع شنو أخطائي. إيه لأن إحنا رأينا ما عندهم. لكن إذا في نقد بناء أكيد. بالعكس إحنا نسمع يعني على فكرة ترى ناقدة من الدرجة الأولى. أنا تعرف شنو قلت لما مؤتمر الصحفي؟ توني بقول صح. قلت أعلنت صح. قلت يا ريت إذا في شيء زين تقولوا لنا وإذا في تحسينات تقولوا لنا بس. علشان متى ما تحسننا انهضت السينما الكويتية بالأسفل. ولكن من أول شيء تقولون والله هذه النقطة مو كان غلط ونسيتوا إن الباقي كله شجعنا يفعلوا أو إن هذا ساعدونا ننهض بالسينما أو إن هذا فيلم كويتي يعني شو بيطلع منه سير يعني ها في تشاؤم وبعدين يعني في مثلا في شخص قاعد يتكلم وينتقد قلت له أنت تقارننا بالسينما المصرية هاي صار لهم 100 سنة إحنا سنة قلت عط كل الفيلم عطى حجمه الطبيعي اول انتاج حق فرقه مو متعودين على الانتاج السينمائي ما شاء الله فلما تيجي قيمه على هالاساس صحيح يعطيك العافيه وليس احنا مو امريكا ولا مصر ولا هوليوود شجعوا ولا تكسرون احنا فخورين في كل اعضاء الفرقه السينمائيه يسلمك اي والله والله انا جدا جدا فخوره فيهم وراح نفتح الباب عن للتسجيل عن قريب بعد ان شاء الله يمكن اسجل وياهم انا وحياك الله ما راح تقول عن اي عمل راح اسوي راح تاخذ نفس الموضوع اول ما تتوقع عندي اي لكن انا ودي اقول كلمه اخيره ان حق كل الناس اللي سمعوا في العتر في فيلم العتر الفيلم راح ينزل ان شاء الله في 19/1/2017 في جميع دور السينما خميس الله اتمنى اخذ اهلك وروح اخذ ربعك وروح استانس استمتع الفيلم عائلي للكل وقول رايك لا قول رايك انا عندي شيء واحد ما راح يخيب ظنهم ان شاء الله ما راح يطلعون ان شاء الله ما حد 100% ما حد راح يطلع يقول فيلم كحيان 100% وشوفه بعين شوفه بعين المستمتع لا تشوفه بعين الناقد ان شاء الله تنطلق ان شاء الله تنطلق الشرارة الاولى للفن السابع من الكويت من هذا الفيلم جزاكم كل التوفيق انا ما بشرارة انا بحرق ما ايش في ضاري ما سوت علي ما راح بسم الله عليه والله ما في سعيدين تواجدكم يعطيكم الف عافيه ولازم اروح الفيلم انا ابي اروح ادفع علشان ادعم هذا الفيلم يا حبيبتي من شباب الى شباب ننتقل الى شباب وين فيه بس بعد ما نستمتع بالوصله الموسيقيه مع فرقه الكويت